السلام عليكم، أنا صالح كاظم، طالب بمرحلة ثالثة جامعة العميد. إن شاء الله بهاي القناة راح أحاول أقدم لكم شروحات عن مادة الـ Internal Medicine أو الباطنية، وبالأخص هاي الفيديوهات راح تكون عبارة عن Practical Medicine Lectures فقط عملي، يعني راح نشرح فيها فقط شلون تحاول تأخذ هستيرم للمريض. واليوم موضوعنا راح يكون عن الميلينا. الميلينا نقدر نعرفها على انه هي بلادي ستول او ستول او عبارة عن دم ويا الديفيكيشن او ويا الاخراج مات المريض. تمام. بالبداية اول ما يجيني المريض وهو يشكي من الديفيكيشن مالته بانه هو ويا دم، تمام. بالبداية اول شغلة لازم اعرفها، طبعا هو اذا هو ميلينا راح يجي يقول لي الستول مالتي اسود، بس بالبدايه لازم اعرف انه واتاكد اذا انه هي كانت ميلينا صدق او هي هيماتاكسيا. تمام. شلون اعرف ميلينا كم with tarry plaque stool due to upper GIT source of bleeding while hematoxia come from fresh blood stool due to lower GIT source of bleeding. الميلينا اول شغله الستول بها راح يجي لونه اسود يشبه الفحم، تمام. والسورس مالت البليدنج يعني سبب البليدنج او وين المكان اللي البليدنج صاير بالابر جي اي تي، تمام. طبعا راح تقولون شنو ابر جي اي تي شنو لور جي اي تي، شلون قسمتها على اساس شنو؟ يعني على اساس فد ليجمنت معين اللي هو ليجمنتوم اوف تيريز اللي موجود بنهايه الدودنم اخر باس بالدودنم، تمام. البارت الرابع بنهايته موجود هذا الليجمنت اللي يفصل ما بين الدودنم والججرم، تمام. على اساسه قسمت الجي اي تي الى ابر ولور. يعني ابر جي اي تي هو عباره عن دودنم وعن صاعد ستومك واسوفيكس وغيرها، اما اللور هو من الججرم واني نازل والى حد الانس، تمام. طيب ليش اسود ويا الميلينا؟ يعني اذا صار عندي بليدنج انا بالابر جي اي تي ليش يطلع لي ويا الستول اسود؟ يطلع اسود لانه الدم هنا اذا صار ابر جي اي تي سورس اوف بليدنج، لما مثلا عندي نزيف خلينا نقول بالدودنم، هنا لما صار عندي نزيف او مثلا بالاسوفيجال صار عندي اسوفيجال فارسس، لما هنا يصير عندي بليدنج الدم هنا راح يعبر السمول انتستين كلها، فراح تنهضم محتويات الدم كلها وراح يتحول لونه من بشكل عام طبعا هاي وراح يتحول لونه من احمر الى ويصير اسود، تمام. فيطلع بالستول ويلون الستول بلون اسود، تمام. فهاي الميلينا ابر جي اي تي سورس اوف بليدنج ولونها اسود، بينما الهيماتوكزيا يكون لون الستول احمر فريش بلاد، تمام. والسبب lower GIT source of bleeding like مثلا بالركتم او مثلا بال شو اسمه باللارج انتستين، هنا أنا ماكو عمليه هضم، مجرد انه صار بليدنج طلع البليدنج والستول فاكيد راح يطلع فريش بلاد، تمام، راح يطلع احمر. والسبب lower GIT source of bleeding، تمام. بالنسبه للاونست المفروض هنا انه بعرف اذا كانت gradual او sudden، تمام. gradual يعني اقصد انه اكو اعراض كانت موجوده قبل لا يصير عنده ميلينيا، تمام. يعني اكو اعراض كانت موجوده لايك انه مثلا حرارته مرتفعه، هاي ابسط شيء انه عنده انفكشن، يعني صار عنده انفكشن وحرارته ارتفعت، تمام، صار ديزنتري وانه وراها يلا طلع عنده بلاد ويا الستول، تمام. هاي gradual يعني صار عنده اعراض قبلها يلا النوبه صار عنده الميلينيا، بينما السدن مثلا قبل مباشرة طلع عنده بلاد بالستول بدون اي سيبتمز، تمام، may due to cancer. فممكن اني هنا افكر بالتيومر او الكانسر which will occur suddenly without symptoms، انه انا ما عندي اعراض، تمام. كانسر او تيومر صار في منطقة معينة مثلا باللارج انتستين او بالركتم وسبب عندي بليدنج وطلع هذا البلاد ويا الستول، فحيطلع فريش بلاد وبدون سيبتمز، حيصير سدن، تمام. هاي بالنسبه للاونست. الكاركترز هنا راح اسال عن ثلاث شغلات اللي هي الكلر والكونسستنسي وكذلك الادر هي اكيد اوفنسيف اللي هي يعني كريهة. بالنسبة للكلر المفروض اني اول شغلة اعرفه مو قال لي اسود، انا هنا أنا لازم اسئله سؤال، هل هو بلاك شايني او بلاك مات؟ يعني شنو شايني؟ يعني لامعة، يعني بيها لمعة لو ما بيها لمعة، شايني يعني بيها لمعة، المات يعني ما هي لامعة يعني بدون لمعة، تمام. لانه اذا ما بيها لمعة فالبلاك مات ستول
occur due to iron therapy, not bleeding. The plaque مات او الستول اللي تكون سودة وبدون لمعة، هاي شنو هاي؟ هاي معناها مو معناها عندي ملينة، تمام؟ يعني ما عندي بليدنج عن هنا. هنا شنو؟ هذول اللي ياخذون ايرون ثيرابي، للي ياخذون ايرون، لانه الايرون بيه صبغة سودة، فلما ياخذها حيتصبغ الستول بلون اسود، بس يعني هاي مو هارمفول، تمام؟ تمام. والافضل خلينا اشر انا مو توضح، تمام. فأول شغلة لازم أعرف بالنسبة للكاركترز اللون اللي هسه هو أسود، بس أسود لازم أعرفه شايني أو مات، وعرفنا ليش. الكونسستنسي اللي هي إنه أشوفه إذا هو greasy sticky أو مات، يعني هي دهنية، تلزق ما تلزق، يعني أثناء الديفيكيشن يلزق الستول لو ما يلزق. greasy دهنية هي لو مات، يعني ناشفة وبدون لمعة، تمام. والأدار اللي هو offensive، تمام تمام. فهسه مواصفات الميلينا، الكاركترز of ميلينا are tarry, black, sticky, offensive, shiny, stool، تمام. tarry, black, sticky, offensive, shiny, stool، بيها لمعة وريحة كريهة، وستيكي يعني تلزق أثناء الديفيكيشن، وكذلك لونها أسود، وأسود شايني، تمام؟ تمام. خلصنا من الكاركترز. الأسوشيتد سيمبتومز، بالبداية نسأل عن الهيماتاميسيس، تمام؟ الهيماتاميسيس اللي هي شنو؟ اللي هي البلادي فوميتنج، اللي هو فوميتنج ويا بلاد. هاي نسأل عليها، يعني نسأله عندك تقيؤ تتقيأ، والتقيأ هذا مالتك بيدم لو ما بيدم، تمام؟ على بود نستبعد شو اسمه، على بود نستبعد الفومتينج. وراها طبعا نتسأل على الفومتينج إذا كان ويا بلد أو لا، وهما تسأل and abdominal pain to exclude peptic ulcers. نسأل على إذا عندك ألم بطنك لو ما عندك، والدم والقيء مالتك ويا دم لو ما ويا دم، على بود نستبعد الألسرز سواء duodenal ulcer أو gastric ulcers، تمام تمام. فنسأل على القيء مالته وعلى الأبدومينال بين. وراها نسأل إذا عنده جويندس أو لا. الجويندس يعني بالبداية نسأل يعني جلدك مصفار، السكلير ننتبه للجلد مالته، الجلد مالته حيكون يلوش، اللي هو yellowish of the skin and sclera of the eye، تمام. جلده تشوفه أصفر وعيونه همات تكون مثل لونه بلون أصفر، تمام. يعني أشوف إذا عنده جويندس أو لا. ليش؟ على مود أستبعد الإسوفيجيال فيروسز، على مود أستبعد الإسوفيجيال فيروسز. شنو هي الإسوفيجيال فيروسز؟ اللي هي البورتال هايبرتنشن، تمام، اللي هي شلون أوضح لكم، اللي هي الأرت، اللي هي الارتريز. هسه انا مو عندي بورتال سايركليشن بهدي، اللي هو هذا اللي يجمع البلاد من الانتستين وتروح للليفر على مود الميتابوليزم، على مود الميتابوليزم. فهنا فهذا طريق بهدي بالنسبه للبلاد، اللي هو البورتال سايركليشن. هذا يكون طالع من عند اشكم فرع اللي هم يودون للسيستميك، تمام. فلما يصير عندي بورتال هايبرتنشن، يعني يزداد الضغط داخل البورتال سايركليشن، حيعبر البلاد ويروح للسيستميك سايركليشن، وممكن تنفجر هاي الاوعيه الصغيره وتسبب عندي بليدنج، تمام. هاي بشكل عام، يعني على مود استبعد انا هاي الاسوفيجال فارسس، راح اسال عن الجويندس، تمام تمام. ويت لوس، وهمات اريد استبعد الكانسر. شلون استبعد الكانسر؟ شنو اسئله؟ اسئله عن الويت لوس والانوركسيا. الانوركسيا اللي هي اللوس اوف ابيتايت، انه ما يشتهي ياكل ووزنه دا ينقص، تمام. فهذوليه كدليل على الكانسر، على مود استبعده. النوب وراها اسئله عن الفيفر، على مود استبعد الانفكشنز، فيفر تو اكسكلود انفكشنز، تمام تمام. على مود استبعد الانفكشن، اسئله عن على الفيفر اذا حرارته مرتفعه او لا، على مود استبعد الانفكشنز. النوب وراها بما انه هو عنده بليدنج، تمام، واذا سالته اني هاي الاسئله وما حصل وطلع ما عنده شيء، يعني فهنا أنا افكر انه ممكن عنده مشاكل بالكواجوليشن سيستم، تمام. يعني عنده كواجوليشن ديسوردرز او كواجوليتيف ديسوردرز.
فيعني مشاكل بالتخثر، تمام، بتخثر الدم. فهذا هذول يصير عندهم نزيف بسرعه. فشلون اتاكد اني اذا عنده مشاكل بعوامل التخثر او لا، او بالكواجوليشن، او عنده كواجوليشن ديسوردر او ما عنده؟ بالبدايه اسال اذا كان اكو نزيف باللثه مالته، جام بليدنج، اتاكد من الجام بليدنج اذا ان اللثه مالته تنزف لولا. البرايسس اذا كانت عنده كدمات بجلده زرقاء اللي هي يصير تخثرات جوا الجلد، هاي اللي عندهم خلل بالكواجوليشن سيستم. هم تسأله بالابيستاكسس اللي هي انه خشمه يصير بيه نزيف، و شو اسمه بعد الهيماتوريا انه يطلع عنده بلاد ويل يورين، تمام تمام. هاي كلها الاسئله اسال عليهن شو اسمه اسال عليهن على مود اتاكد اذا كان اكو كواجوليشن ديسوردر او لا. بالنسبه للفيميل اضيف سؤال اضافي اللي هو شو اسمه المينوريا، تمام. المينوريجيا اللي هي انه in female which is abnormally heavy bleeding at menstruation، تمام، heavy bleeding at menstruation، اثناء الدوره الشهريه يكون البلاد او بنهايه الدوره الشهريه يكون البلاد heavy، يعني هوايه او abnormal اكثر من الطبيعي، تمام. هاي انا ممكن استخدمها كسيبتمز او كفاكتورز اتاكد بيها اذا كان عندي ديسوردر بالكواجوليشن او لا، تمام تمام. خلصنا من الاسوشيت السيبتمز، نيجي وراها للعوامل اللي ممكن اللي هي تزيد من حدوث الميلينا، تمام، الاكزاسيرفيتنج اند بريسيبيتيتنج فاكتورز، تمام. ممكن تكون أدوية اللي هي نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، اللي وممكن فودز، ممكن الكحول، ممكن كورتيكوستيرويد، هذني كلها ممكن يهيجن أو يزيدن من حدوث الميلينا. خاف تكون ما واضحة طبعاً، تخاف تكون الأدوية سالفة الأدوية ما واضحة. النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، الكورتيكوستيرويد، ذولية من شو راح يأثرون على الاستومك؟ ذولية طبعا راح يزيدون من حدوث البيبتيك ألسر، تمام. شلون؟ لأنه راح يثبطون شو اسمه يثبطون إفراز البروستاغلاندين، تمام، راح يثبطون إفراز البروستاغلاندين. طيب وإذا ثبطوا، لأنه البروستاغلاندين له وظائف كلش هواية، بأنه يحمي الاستومك او الجاستريك ميوكوزا من تاثير الحامض، وانه يصير بالجاستريك ميوكوزا اروجن ويصير عندي ألسر، تمام. Like انه يزيد هواي عوامل يحافظ من خلال على الجاستريك ميوكوزا من الحموضه اللي موجوده بالمعده ويحميها انه يصير بها ألسر. Like مثلا انه يقلل من افراز الجاستريك اسيد، تمام، وغيرها من انه يزيد من افراز البايكربونات داخل الميوكوزال سيلز اللي هي قاعديه، باعتبارها راح تواجه الحموضه وراح تزيد من قاعديه هاي الخلايا، تمام، فحتكون مضاده للحموضه. يعني هواي عوامل، فاني لما راح اثبط هذا البروستاغلاندين راح ازيد من خطوره حدوث ألسرز، تمام. فاسئله عن العوامل او الفاكتورز اللي تهيج او تزيد من تاثير الميلينا. الريليفنج فاكتورز، اسئله اذا كان ماخذ فد شغلات فد دراجز معينه مخففه او مقلله من حدوث الميلينا عنده، يعني شنو اخذ على مود يحاول يخفف الميلينا، تمام تمام. اللي من ضمن اجوبته راح تكون دراجز. وراها اخر شيء اسال عن السيفيريتي. السيفيريتي لازم شلون راح اعرف بالنسبه للميلينا؟ السيفيريتي راح اسال عن الاماونت، العفو، كمية إذا كانت لارج أو سمول، تمام، يعني كمية الستول البلاك ستول إذا كانت هواي أو شوية. الفريكوينسي، شكم مرة، هاو ماني تايمز دايلي، شكم مرة دايصير عندك ديفيكيشن، يعني شكم مرة دايصير عندك إخراج بلاك ستول، تمام. وكذلك أسئلة عن الكلوتس، عن الخثرات، بما أنه هو أصلا دايصير عنده نزيف، تمام، فأسئلة عن الكلوتس، عمود أتأكد من سالفة الأنيميا، تمام، لأنه هو أصلاً دا يفقد دم. فأسئلة عن الكلوتس، إنه تصير عنده تظهر عنده خثرات بالجلد مالته تحت الجلد العفو أو لا. وأسئلة هم آخر شيء عن الساينز and symptoms of anemia.
تمام. signs or symptoms on anemia مثلا انه pale يصير جلده شاحب, fatigue, weakness, تمام, يكون الهمات الهارت بيت مالته يكون irregular, ويكون عنده shortness of breath وغيرها من الاعراض. يعني احاول اسئله عن signs of symptoms and anemia على مدى اتاكد من severity, لانه هو اذا فقد دم هوايه كلش اريد اتاكد من السيفيريتي. اذا ما عنده اعراض الانيميا يعني ما مو مو ما فقد دم كلش هواي لدرجه انه صارت عنده انيميا وصارت عنده كلوتس او خثرات, تمام. فعلى مود اتاكد اسئله عن الساينز او سيمبتومز اوف انيميا, تمام, لايك انه بيل وجهه شاحب, فاتيج, ويكنس وغيرها من الاعراض مالت الانيميا وبس.